عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين، وهذا هو يوم الجمعة. أذكركم ونفسي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرة، أكثروا علي من الصلاة والسلام في يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني. اللهم صل وسلم عليه عدد ما أمطرت السماء وعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل وسلم على رسول الله ما غفل عن ذكره الغافلون، وصل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه والمهاجرين والأنصار. وأما بعد، أحبائي، أتمنى لكم في هذا اليوم ولي أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته، ويحفظكم الله، وإلى اللقاء في جمعة أخرى بحفظ الله ورعايته إن شاء الله. وأنا أقول إن شاء الله، فالمشيئة كلها بيد الله، وذلك كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تحياتي، محبكم أفندي جازان الشهير بأبي مطران، والله يحفظكم.